تتوكلوش ما تتوكلوش. مصر ما زالت محاطة بمخطط إرهابي خطير جدا بيستهدفها، بيستهدف مش حتى شمال سيناء، بيستهدف التجمعات السكانية زي ما حصل امبارح في اسكندرية. أنا بعتقد أن نزولكم وتفويضكم لقياداتكم أنها تكمل معانا الأربع سنين الجايين، أنا بعتقد أن ده واجب على كل مصر. تمام، تقول لي للشباب قال لهم انتوا 35 مليون واحد لكم حق التصويت، عيب ان ما ينزلش منكم 20 25 واحد عشان يمارسوا حقهم في التصويت. اعلم انكم عندكم تحفظات وعندكم حاجات عاوزين تقولوها، مارسوها بالطرق الشرعيه وفي القنوات الشرعيه، وانا اعتقد ان احنا هنسمعكم ونسمعكم. وانا واحد من الناس اللي اصلا متبني الشباب بدليل ان انا لا اتوانى على ان انا اتيح فرص عمل في الشركات اللي انا شريك فيها ان الاولاد الشباب تمارس حقها. والمعلوماتكم شباب مصر بخير، فكراً